عندنا كلها في الشتاء، اللي هي صعب البلد تطلع فيه، واللي في نفس الوقت فيه السعر عالي. ف احنا في الغالب يعني بنقصد اخر الشتاء، يعني بعد يعني اخر الشتاء او بعد الشتاء، ده المستهدف لدى كل المزارعين يعني. واحنا الحالي قلنا بدل مستهدف، قلنا نستهدف قبل الشتاء وبعد الشتاء. الشتاء برضه نفس الفكره، برضه الباميه صعبه والسعر عالي. يعني نقدر يعني نقول ان احنا يعني بنبحث في زراعه الباميه على اوقات زراعه تكونش هي انماط. انماط زراعه الباميه؟ انماط زراعه يعني زراعه مربحه. اه انا عاوز في الاخر نتيجه اننا يعني يكون في ربح واكل عيش يعني. يعني القصه كلها في البحث عن زراعه مربحه. نمط مربح، نمط مربح. في الباميه. الناس بتحاول تغير في الانماط ونعدل فيها ونطور فيها. لغايه نوصل حاجه يعني او شكل او اكثر يعني نمط او اثنين او ثلاثه يكون كويسين. طب النمط اللي احنا فيه ده او الفيديو اللي فات يعني الفيديو اللي فات اللي هو بتاع الخلفه. يعني باميه زرعه زرعت مثلا في الشتاء وخدت يعني زرعت مثلا في شهر 12 او شهر 1 او المتاخره اللي هي زرعت 2 مثلا وكمل بيها وجاب شهر مثلا 7 وقبها بس ان هي ايه قبل الشتاء اللي هي الباميه المقصوصه اللي كنا فيها المره اللي فاتت دي. طيب انت بقى ده نمط ويعني انا اللي شفتها اللي شفته من الفيديو المره فاتت يعني يبدو انه يعني برضه نمط ناجح. كويس يعني ان شاء الله ان شاء الله. يعني هي برضه الارقام والمعلومات يعني مش دقيقه قوي بس يعني مبدئيا ان شاء الله يكون ناجح يعني. ده نمط برضه، ده يعد نمط اللي هو شفناه الفيديو اللي فات ده اللي هو الباميه المقصوصه دي. الباميه المقصوصه. طيب بالنسبه للنمط اللي احنا فيه ده اللي انت زارعه، انت زرعت زي ما قلنا الهدف العام احنا مشكلتنا في الشتاء. الشتاء الباميه صعب انتاجها وسعرها عالي. صعب انتاجها وسعرها عالي. فانت بتحاول تقرب الموضوع يعني مثلا زي ما احنا كنا بنعمل. احنا كنا بنستهدف اخر الشتاء. انا دلوقتي بقول طب ما انا استهدف او يعني قبل الشتاء وبعد الشتاء. تمام بالنمط ده مثلا. طب يعني لقيت صعوبة انت في استهداف الشتاء نفسها يعني في اللي هو الاشهر بتاعت الشتاء اشهر الشتاء ده يعني مش هتجني يعني. صعبة شوية. طب والله في واحد يعني كاتب لنا في تعليق ان هو ممكن تنجح في حالة ان انت تغطيها بس يعني اللي هي الصوب نظام الصوب. اول ما بدأت الشغل اشتغلت صوب فرد هنا تقريبا كنت متأجرها. بدأت صوب بس كان الصوب السعر التكلفة بتاعتها يعني كانت كويسة معقولة يعني. حاليا مع ارتفاع الأسعار يعني تقريبا كده غير مجدية يعني. بالنسبة لسعر الصوبة تكلفة الصوبة. وكبامية العملية غير مجدية يعني. بس فمن جرف الأنماط يعني العادية دي البسيطة زي مثلا النمط اللي احنا فيه ده بس. ده زرعته امتى بقى ده؟ زرعت برا في نص 8 طنجيت. قلتها يعني هنا في اواخر 10 بدأنا نرمي فيه. يستمر معانا مغير لغاية مثلا يعني اول شهر 1 ويبطل. بعد كده ممكن في شهر 3 يشتغل تاني. يعني احتمال برضه كمان يعني في كتير مني هيوقع ومش عارف ايه وكلام زي كده. بس هيكون في حاجه معانا في شهر 3 نمشي بيها يعني. زي النمط اللي هو برضه اللي هو الاولاد بيبقى برضه في يعني في شويه خسائر يعني شويه ما بنوصلش النتيجه يعني. بس هيبقى معانا بعد الشتاء يعني او بعد الشتاء هيبقى في مثلا معانا شويه انتاج كده يعني. ان شاء الله. يعني هو بدأ احنا قبل الشتاء وبعد الشتاء بدأ ينتج في شهر 10. اواخر 10. تمام. والزرع في شهر 8 نص 8. تمام. وممكن يستمر ان شاء الله. يقول لك
لغايه اول واحد. لغايه اول واحد. بعد كده هيبطل، ممكن يشتغل شهر ثلاثة. تمام. طب الفترة اللي يبطلها دي يعني هيكون ايه يعني؟ مع البرودة الشديدة يعني؟ برد شديد، برد شديد، ونوار ما فيش هيوقع. ما بيقدرش يجيب حاجة. هو برضه شهر واحد وشهر 12 بيقبل الخضار تعبان خالص يعني، بس بيبقى في سعر يعني. لكن طبعا بالنسبة للبامية المقصوصة في ناس اغلبهم ما يزرع قمح فهيقبوها يعني. والله يعني كل واحد ولي وجهة نظره ولي بدراسته يعني. وطبيعة أرضه. وبعد ناس يعني متأجرة أو كذا أو كذا يعني، كل واحد له ظروف تحكم عليه يعني. طب بالنسبة يعني يقاس يعني، افترض يقاس يعني. يعني في الفيديو اللي فات من ناحية يعني، والله الخلفة دي أو القلبة دي أو القصة دي يعني هجيب معاك تسبيح، هجيب مثلا والله 50% من التكلفة أقل أكثر. هذا صراحة حجيب لك 50% مثلا أو زي كذا. طب يعني الفيديو اللي فات بتقول حضرتك إن يعني البياضة تبدأ تشتغل الأيام اللي جاية دي. موجودة عندي هنا. هذا الموسم بتاعها مع زيادة الرطوبة، ما مش عارفين تبدأ تظهر، يبدأ يظهر مرض البياضة. اشتغل بعنف يعني، ما بس صعب أسيطر عليها يعني. طب هي مش يا اخي على الجمعه الحر وكده ولا ايه؟ الحراره الشديده هي السبب ولا؟ حراره معينه مع نسبه رطوبه معينه. لما يجتمع مع بعض خلاص، بعد ده النبات ده هنا داخل على اجهاد، داخل على اجهاد. فبتغلب النبات يعني. تضغط على التجديد ومش عارف ايه وبتاع، مش العطش. حراره معينه مع نسبه رطوبه معينه. هي اللي تجيب البياضه. بقول لك لا كثيره ولا قليله يعني، عندي حد معين يعني. مره كان عندي الصوبه وكان نسبه الرطوبه دي عاليه خالص خالص خالص، البياضه خلصت. خلصت على البياضه، الرطوبه العاليه. الرطوبه العاليه. وبرضه الرطوبه القليله برضه. طب يعني ابو محمود في الفيديو اللي فات هيقول ان باميه الشتاء اقل تكلفه، صح الكلام ده؟ باميه الشتاء؟ باميه الخلفه ولا قصدها الخلفه؟ الخلفه اللي هو، لا هو الخلفه اتكلم عليه، اتكلم ان هو اصلا زرع وجانا وجاب تكلفته وكسب. خلاص جبت زرعه زيرو يعني، ما لهاش اي حاجه. بس فهو قصها فبدات تنتج ثاني. لكن هو لو زرعها من جديد حق عليها تكلفه. لو هو حب يعمل لها خلفه يزرعها من جديد في شهر 8 ولا مش عارفين، هيبقى عليها تكلفه طبعا. لكن هو بيتكلم على ان هو زرع وجانا وخلص فمعاه زرعه جديده بدون تكلفه. طب في انماط اخرى غير النمط اللي احنا فيه ده والنمط اللي هو الباميه المقصوصه؟ ناس بتشتهر برضه كتير. يعني هو ممكن ما بيضربش بامي بس يعني، ممكن مثلا والله في مثلا اللي هي بعد القصب يعني، مثلا بعد القصب الزرعه متاخره يعني، هو ممكن برضه زي ما قلت هو ممكن يبصها وبتاع، ممكن لا يشتغل زرعه ثانيه بسرعه سريعه بعد منيها على طول. في الجبل يعني في يشتغل كذا نمط بس. في صعوبات كثيره يعني، كثيره خالص. طيب ايه الصعوبات اللي تواجهك هنا في زراعه الباميه؟ اول حاجه الميه. طبعا نسبه الملوحه هنا واحد يعتبر في كله، لكن توفرها الموضوع صعب يعني، الميه يكون توفر الموضوع صعب. الجبال بالذات اغلب الجبال او معظمها الميه ما عندهم مشكله وغير كافيه يعني، كيف الارض الزراعيه اللي معمول عليها يعني. ثاني حاجه الارض، الرطوبه بتاعت الارض وقدرتها انها تمسك رطوبه، اللي برضه الموضوع ضعيف خالص، لان الدنيا برضه عاوزه ارض تمسك ميه شوي. هو الوضع افضل في موضوع البانيا يعني، الجو. احنا كنا بنتعامل مع زي ما قلنا يعني تحدي مع المناخ، والمناخ هنا كويس يعني، الجو هنا صالح لزراعه الباميه. الجو انسب من الارض السوداء.